سونو الليلي شوفي. آه ما بعرف أخي، فجأة حسيت بدوخة. دكتورة شو صاير معها؟ طمنيني. لا تقلق هي منيحة، انتو ما في داعي انكم تقلقوا، ما فيها شي وفي أخبار حلوة. هي طلعت حامل. الرب يحميكي من عيون الحساد. لازم نخبر حماتك، رح تفرح كتير. ألو، المدام دورغا ديفي؟ الحقيقة هي مشغولة، أنا حفيدة، فيك تخبرني، شو بدك منا؟ قلي وأنا بقلها. لا خلص أنا بحكي معها بعدين، شكرا. هاد نفس الرقم اللي اجتني منه مكالمات، معناها هذا مو من شركة بطاقات الدفع. لمين ممكن يكون؟ وليش كان بده يحكي مع ستي ضروري؟ قد ما كانت الكذبة كبيرة، انت المفروض تحاول تخبيها. الكذبة اللي بتضل عم تنقال عطول بتصير حقيقة. انا كنت اعتبرك ابني اللي بتشبهني، بس هلأ عرفت وتأكدت انك تشبهها لستك دورنا. اخي مبروك، هلأ انت رح تصير خال. اسمعني، تعال معي لبرا بدي اقلك شي. ماما هاي خدي. أخي قلي شو القصة؟ وين موبايلك؟ هو معي، شوفي. أعطيني، دق على هذا الرقم وحاول تعرف لمين. أجتني مكالمات كتيرة منه. نقلني الرقم. افتح السبيكر. مشفى الأمراض النفسية، كيف بقدر ساعدك؟ ايه وليش هدول الناس عم يحكوا معك؟ مو هاد نفس المشفى اللي كانت ستي عم تتبرع له على اسم أبي؟ أنت بتتذكر؟ طبعاً إيه أنا بتذكر. من شوي ستي إجتها مكالمة من هذا الرقم. هلأ؟ إيه بس لما رديت على التليفون ما قالوا لي شو بدهم. حتى أنا كان يجيني مكالمات من هذا الرقم، ولما دق مرة تانية قدم لي عرض بطاقات الدفع. ما صح عقلي وبطاقات دفع؟ بالضبط، وأنا كنت متوتر وما قدرت استوعب ليش شركة بطاقات عم تدق لي كتير هيك. ليش الناس اللي بالمصح عم يكذبوا عليك؟ ما بعرف. ليش اتصل الدكتور فيني؟ يا ترى مين اللي رد عليه؟ ألو، مين اللي رد عليك؟ حفيدك هو اللي رد على المكالمة، بس أنا سكرت فورا. ما في داعي تقلقي، هو ما انتبه لأي شيء. كتير منيح. خبريني شو هي الخطوة الثانية. أنا رح أجي لعندك وخبرك شو بدنا نعمل فيها. أوكي. من لما ستي خبرتنا انه اشكي اخذت المصاري وهربت حاسس انه في شيء مانو صحيح. اشكي ممكن تعمل اي شيء بس هالشيء مستحيل تعمله. هي اشتغلت باوتيل صح؟ اشتغلت لحتى تصرف على خالتها. هي انفصلت عن مايانك وكان فيها طالبه بالمصاري بس هي ما عملت هالشيء. هي ممكن تكون اي شيء، عنيده، عصبيه، مزعجه، بس هي مانا حراميه. ايه صح اخي، بس ليش خالتها لايشكي قالت إنه هي اللي أخذت المصاري؟ عن جد ما بعرف، بس في شي عم بيصير من ورا ظهرنا نحن مو شايفينه. نحن ممكن نلاقي كل الأجوبة بهذا المصح العقلي. أخي أنت شاكك إنه إيشكي ممكن تكون بهالمصح؟ بتمنى يكون غلط، لأنه إذا موجودة فيه بحلف لك إني رح أقتله لهذا الشخص. طيب بنسأل ستي. سكوت، لا تحكي ولا كلمة عن الموضوع لأي حدا. نحن رح نفكر بشي طريقة ونروح بعد ما الكل ينام. أخي لازم يكون الكل ناموا هلأ، خلينا نشوف.
أخي اللي شوفي حاسس كأني شفت حدا بالسواقف، ممكن يكون شافنا. شو هالتصرف أخي؟ خليني ذكرك نحن نطرنا لهلأ مشان ما حدا يشوفنا. يلا خلينا نروح. كارتيك عن جد شكرا لإلك، أنت وسونو دائما بتدعموني. أخي بتقدر تشكرني بعدين، خلينا نروح هلأ. إيه؟ ليك أخي أنا رح أحتاج مساعدتك اليوم لو سمحت. أخي لازم توثق بأخوك كارتيك، لو شو ما صار أنا دائما هون موجود لساعدك وإدعمك. خلينا يلا. دكتور وضع المريضة صار خطير كتير، إذا نحن هلأ أعطيناها جرعة زادة هي ممكن تموت. بعرف هالشي بس لازم نتبع تعليمات المدام دوركا. دكتور نحن ما فينا نعمل هيك، إذا ما بتعمل تماما مثل ما عم قول أنت رح تخسر وظيفتك هون ورح أرميك برات مشفى فورا. اعتذر دكتور بس نحن ما بنقدر إنه نقتل شخص. امشي. استنوا ما حدا يتحرك من هون، أنا دفعت لكم لتنهوا هذا الشغل وما حدا رح يروح من هون قبل ما تنفذوا كل شيء. إذا تجرأتوا تعرضوني أنتوا مو بس رح تخسروا وظيفتكم، أنا رح حول حياتكم لجحيم، وانتبهوا أنا كمان رح عذب عائلاتكم. الجرعة جاهزة؟ مدام جرعة تانية من المهدئ ممكن تقتلها. بدي اسمع صوتها ولا بدي خليها تذكر اسم حفيدي بحياتها. انا ما عندي مشكله اني اقتلها مشان ارتاح من وجودها. يا انسه جهزي الجرعه. مساء الخير. مساء النور، كيف فيني ساعدك؟ اشكي اهان مالهوترا موجوده هون شي؟ خليني اتاكد. تفضل وارتاح لو سمحت. طيب أنا رح بقى هون، فيك تتأكد. أنا رايح أسأل لك وبرجع. عود يلا. تقارير المرضى مو لازم يكونوا بقسم الاستقبال؟ هو ليش دخل لجوا؟ أخي عن جد حاسس إشكي ممكن تكون هون؟ ما بعرف. استنى، هاي الإبرة آخر جرعة رح تاخدها الست إشكي وأنا اللي رح أعطيها ياها. هي بتكون مرت حفيدي العزيز، أقل شي ممكن أنا أقدم لها ياها هدية. شوف دكتور، في اثنين برا عم يسألوا إذا إشكي مالهوترا موجودة. روح وخبرهم إنه ما في مريضة هون بهذا الاسم. روح. حاضر. عندكم مريضة بهذا الاسم؟ لا يا أستاذ، المريضة إشكي مو موجودة هون. لحظة، لو سمحت تأكد منيح، دور بالملفات منيح على اسم إشكي، ممكن تكون الكنية مخلصة. خلص كارتيك، نحن لازم نوثق بكلامه لأخي. أنا بظن إنه نحن موجودين بالمشفى الغلط. أخي نعتذر على إزعاجك، شكراً كتير لإلك. العفو. يلا أخي أمشي. أخي أنت شو عم تعمل أخي؟ إشكي هون بخطر، رح ندخل لجوا. كيف بدك إهدى؟ أحرف. تعال معي يلا. إيه دكتور، خبرتهم هن راحوا. أنا بعرف أحفادي منيح، هنن ما رح يروحوا من المكان لحتى يتأكدوا. هاد معنا نحن لازم نخلص عليها هلأ، ولازم ننظف كل هاي الفوضى فوراً.
شاهان ما أنا هون وأنا ما لقيتها هون. خلينا نشوف هديك. إشكي إشكي بسرعة افتح الباب. ممتاز، ما حدا منهم شافني. إشكي ما رح يصير لك شي صدقيني. إشكي روح جيب مي يلا بسرعة. وين يلا مين اللي عمل فيكي هيك؟ هي المي. بنتي افتحي عيونك. إشكي إشكي انت قلت انه إشكي مانا هون وانت كمان كسبت علينا مثله بأمر منه طبعا. احكي اللي من اللي امرك تخطفها لإشكي؟ يلا جاوبني. هي يلي أمرتني. ليك صدقني إذا بتذكر اسمي بقسم لك ما رح أرحمك بنوم. بترجاكي ما تعملي هيك. معناها طلع هلأ وقل لهم إنك عملت هذا الشيء بأمر من سافيتري. شو هالحكي؟ لا أهان هذا عم يكذب. أنت شو اللي عم تقوله؟ هي اللي دفعت لي مصاري لأعمل هذا الشيء. سيدي اعتقلهم هلأ لأنه هدول الاثنين خطفوا لي مرتي. أهان هذا الدكتور عم يكذب. أهان أنت ما بيصير تصدقه. سيدي اعتقلهم. أنا ما رح برر لك هلأ يا أهان لأني بعرف أنك ما رح تصدق أي شي رح أحكيه. لو بدي برر كنت ورجيتك هداك الملف وخليتك تعرف وقتها أنه أبوك كان فاقد عقله وكان يضربني ويأذيني كل الوقت. بس أنا ما بدي أأذيك كرمال إثبت صحة كلامي. ما بدي إياك تكره أبوك وتغير نظرتك إله وتكره حالك لأنك ابن هداك الزلمة. الأيام رح تكشف لك كل شيء. مش حطوان على المخفر. أهان سافيتري ما لأي علاقة. أهان هاد واحد كذاب. إشكي كارتيك جيب السيارة فورا. يلا نفدت هالمرة. بس إذا إشكي رجع لوعيا وقتها بتنتهي كل لعبتي. أخي رد عليها أكيد مشغول بالها. أهان ابني كارتيك هلأ اتصل بعمك وخبره إنه أمك سافيتري أخذتها على المصح العقلي. مسكينة إشكي. طيب سافيتري قالت لك ليش هي هيك عملت معها؟ لهلأ إشكي ما صحيت بس يرجع لوقت هيا أنا أكيد رح أسألها وبس لاقي الدليل ما رح أرحم سافيتري أبدا. دكتور كيف صار وضعها هلأ؟ الدواء اللي عطوها إياه كثير خطير وبصراحة لو أخذت جرعة تانية من هذا الدواء كانت ساءت حالتها وما رجعت لوعيها. المفروض بكرة تتحسن. شكرا دكتور. عفوا أخي أنا طالع لجيب أهم. أنا آسف يا إشكي
كل هاد كان بسبب ماضية وأخطائي لإلي، وأنت يلي دفعتي ثمنها. كان لازم أنا أتعاقب بس ما صار هيك. هلأ عرفت ليش كنتي عم تعملي هيك وليش ساعدتي لأمي. حاولتي إنك تجمعي بين الأم وولادها وأنا ما فهمت. دائما كنتي الصح. كنتي دائما تقليلي إني أنا كتير لئيم وإني كتير مغرور. إيه أنا لئيم كتير بس لازم كون لئيم يا إشكي. تحملت مسؤولية الكل، عائلتي كلها وشغلي وحتى حبي، وكمان أنا اضطريت أدعم ستي ووثقت فيها أكتر ما أوثق بأي حدا. ما فينا نوثق بحدا. أنا هلأ عرفت إنه هي السبب بكل شي صار. إشكي عملت هيك بس كرمال المصاري. حكت معي وقالت لي إذا دفعت لها 5 مليون هي ما رح تطلع بالمؤتمر. أنا لازم أشتغل يا أهان. أنا كتير حابة أعمل لحالي اسم وهوية. البنك عم يعرض عليك بطاقة ائتمان لطول العمر. ألو مدام دورغا ديفي؟ فكرت إنه أمي وإنتي اللي عم تكذبوا بس اتضح لي إنه هي ستي. منيح اللي عرفت إنه هي إنتي اللي حاولتي تتصلي فيني أكتر من مرة، وبس رديت على موبايل ستي وقتها شكيت إنك موجودة بالمصح العقلي وإجيت لدور عليكي. كتير خفت عليك أخي. القهوة. هي أكيد ستي. ألو أنا بكون المدام دورغا. كنتي إشكي إجت اليوم لعندكن على المشفى. رجع للوعي ولا لسه؟ أنا بعتذر منك مدام، بس زوج المريضة منعنا من تسريب أي معلومات عنها. مشان هيك بعتذر منك، أنا ما فيني إليك أي شيء. إيه بس أنا ستة بكون. أنا برجع بكرر أسفي بس ما بقدر إليك أي شيء. لازم أعمل أي شيء لإشكي. لا تخاف كارتيك، أنا رح صلح كل شيء. يا أخي رح نصلح كل شيء. ما قلت لك اليوم إني رح أحتاجك؟ أنا شو قلت لك أخي؟ لو شو ما صار أنا رح أدعمك. اللي بس شو بدك وأنا جاهز. بديك تضل هون مع إشكي ولا تتركها لحالها. راجع لك بعد شوي ماشي؟ إيه. خالتي قلي لي كيف وصلت إشكي على المصح؟ قلتي لي أخذت المصاري وراحت. أنا بعرف إنه ستي إجت لهون وحكت معك، بس ما فهمت ليش ستي عملت كل هذا الشيء مع إشكي. لأنه إشكي كان بدها تكشف كل الحقيقة قدامك أهان. حتى أنا ما بعرف شو هي الحقيقة. خلص الشغل اللي أنت جاي مشانه، وما في داعي تتدخل بحياتنا بنوب. الحقيقة أنا لازم أعرف شو هي الحقيقة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.